وشاهدي شبكة أد سي آر وقناة نايل لايف، صباح الخير عليكم وعيد سعيد. أعتقد أن يعني بعد شهر رمضان وبعد الشهر اللي كان مليان سواء بالروحيات وسواء بالعبادات الجميلة، ولكن أيضا كان مليان بالأحداث السياسية المهمة جدا، وأخيرا كان مليان بالدراما الكبيرة جدا على مستوى التلفزيون وعلى مستوى الواقع أيضا. لازم يكون حلقات العيد في الهرج سعيد مختلفة جدا. لك خليل الأول صباح على ديلا وعلى ماي، صباح الخير. صباح الخير يا ماي. مرة تانية بصبح على كل السادة المشاهدين، ويوم جديد ونهاركم سعيد وعيد سعيد على كل المصريين، واتمنى ان شاء الله تقضوا عيد جميل وسعيد. النهارده عندنا فقرات كتيرة جدا، وطبعا غير متعودين عليه في نهارك سعيد ما عندناش فقرات سياسية خالص النهارده. فنية النهارده الحمد لله. عندنا فقرات فنية وحشتنا جدا. وعايز اقول لكم هيكون معايا انا ومي، معانا مطرب سوبر ستار رنيم قطيط، فهيكون معانا النهارده ومنورنا، واكيد هنسمع منه غنى في نهارك سعيد. صباح مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وكل سنة وكل حضراتكم طيبين، وكل الأمة العربية والإسلامية يا رب بخير، ويكون العيد ده إن شاء الله فتحة خير كده علينا، وفتحة سنة جديدة تكون كلها سلام استقرار أمن، كل الحاجات اللي احنا يعني السنة ونص سنتين اللي فاتوا بجد وحشتنا، وإن شاء الله هنشوفها مرة تانية. تقولي تاني كده، سلام أمن استقرار واستقرار. طب عايز الترتيب، يعني الأول الأمن وبعدين السلام. على فكره هم كلهم مرتبطين بالاستقرار، السلام على فكره، يعني هات اي حاجه فيهم التانيين. هو الامن الاول فيجيب استقرار ثم بعدها يجيب سلام. لا متهيألي يا شريف كله مرتبط ببعضه، يعني لو كل حاجات اتحققت هتحقق لنا سلام اكيد. تفتكري يا رب يكون يا رب يعني كلهم فعلا السلام؟ بس يعني طب خلينا نقول بقى فقرات اللي معانا النهارده. من ضمن كمان الفقرات، بما اننا يعني ابتدينا يوم فني تماما، هيكون معانا فقره مع دكتور ياسمين فراج استاذ النقد الفني، وهتكلم عن تترات المسلسلات السنه دي، خصوصا الدراما السنه دي اعتقد كل مخرجينها تفننوا في اختيار الموسيقى والكلمات بتاعه التتر، فهنتكلم عليها اكتر بالتفصيل. النهارده كمان هيبقى معانا مجموعه من الوجوه اللي لمعت في خلال شهر رمضان المبارك، مش بس النهارده على مدى الاربع ايام العيد، هيكون معانا مجموعه من هؤلاء النجوم. والنهارده معانا الحقيقه نجم لمع وظهر بشكل كويس قوي جدا وكويس جدا، وهو الحقيقه مش اول مره يظهر، هو ظهر قبل كده من خلال اعمال كموديل، ولكن شفناه دلوقتي كممثل، ممثل متميز جدا في مسلسل سر علني. النهارده هيكون معانا مهندس الديكور سلاش الممثل فراس سعيد. انا فاكره انه من حوالي اربع سنين او اكتر خمس سنين مثلا كان موجود معانا ضيف المخرج المتميز خالد جلال ومركز الابداع الفني في الاوبرا. عايز اقول لكم ان عنده مجموعه متميزه جدا من الشباب، كلهم دلوقتي بقوا نجوم طبعا. في كل حته في كل المسلسلات وفي كل الاعمال الدراميه او الاعمال السينمائيه. معانا من اهم الممثلين اللي كانوا موجودين او خريجين الدفعه دي كان ياسر الطبجي. ياسر الطبجي هيكون موجود معانا النهارده، يمكن ليه اكتر من مسلسل السنه دي في رمضان، منهم الزوجه الرابعه وسيدنا السيد والهروب، وهيكون معانا النهارده ياسر الطبجي، فخليكم معانا. استكمالا للفقرات الفنيه هيكون معانا كمان ممثله شابه النهارده، ممثله ماهي صلاح الدين، وهنتكلم عن اعمالها الفنيه في رمضان بالتفصيل. طيب فقرات كتيرة جدا، ومش هيبقى معانا فقرة الصحافة بعد الفاصل، فأنا سعيد كده اللي أنا بقولها بصراحة. بعد الفاصل معناش فقرة الصحافة. عيد سعيد، هرجع لكم تاني.